أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في النتيجة انتهى المطاف إلى انتخاب الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام للخلافة، ولكنه كما تعلمون أن الإمام أمير المؤمنين، وقرأنا ذلك في خطاباته السابقة، أن الإمام كان يعلم أن التركة ثقيلة وأن الانحرافات كبيرة جدا، ولذا اشترط شروط متعددة على قبول الخلافة والولاية بعد الخليفة الثالث. ومن هنا جاءت كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يكون وزيرا أولى من أن يكون أميرا، ولكنه كيفما كان عندما يتحقق شرط فاعلية الإمامة والخلافة لا بد أن يتصدى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما بيناه مفصلا فيما سبق بأنه شرط فاعلية الخلافة وشرط الواجب هو اجتماع الأمة، وقد اجتمعت الأمة على الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا بحث تقدم بما يكفي، ولكن كما تعلمون أن الإمام سلام الله عليه كان يعلم أن أمامه مشروع إصلاحي كامل لكل التركة الإدارية والاجتماعية، بل ولكل الانحرافات الفكرية والعقائدية والدينية التي حصلت في هذه المدة التي هي ليست بالقليلة كما هو معلوم عند الإخوة. وبطبيعة الحال، وأنا أتصور بأنه هذا هو منطق السلطة، أنه في مواقع السلطة كان أولئك كما تعبر هو عليه أفضل الصلاة والسلام أن المنافقين كانوا في مواقع السلطة، وأن الذين حكموا كانوا أئمة الضلالة. إذن بطبيعة الحال أن مفاتيح الأمور وأزمة الأمور ومقاليد الأمور بيد من؟ بيد أولئك. وبطبيعة الحال سوف يبدأ المشروع ماذا؟ مشروع المخالفة ومشروع المناكثة ومشروع إسقاط هذا المشروع العلوي، وقد قاموا بذلك على أحسن وجه واقعا، سواء فيما يتعلق بأبعاده العسكرية ومخالفاتهم العسكرية، أو ما يتعلق بأمور أخرى، وقد قرأنا أيضا بعض الكلمات التي سبقت بالأمس. لذا بشكل واضح وصريح، العلايلي وغير العلايلي يشيرون إلى أنه تقريبا اجتمعت الكلمة من كل الأحزاب التي كانت في ذلك الزمان، وكل العصبيات وكل التكتلات وكل الخطوط، سواء كانت أموية أو زبيرية أو كلها اجتمعت على إسقاط المشروع ماذا؟ على إسقاط المشروع العلوي. وهذا المعنى كما أشرنا ذكرناه فيما سبق، والإمام سلام الله عليه أيضا أشار إليه في ذلك، وأن قريش اجتمعت على أن لا يصل الأمر إلى من؟ إلى علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه النقطة المركزية التي يؤكد عليها مجموعة من المحققين في هذا المجال، أنهم كانوا، طبعا هذا أيضا وجدته في كلمات الإمام أمير المؤمنين، أن هؤلاء كانوا يحاولون أن لا يصل الحكم إلى من؟ إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا وصل الحكم إلى علي لا يستطيع أن يفعل شيئا حتى ترتبط الأمة بمن؟ بآل علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني بعبارة أخرى، أن لا يذوقوا طعم العدل الإلهي والعدل العلوي من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يمكن إدامة تلك المسيرة التي بدأت بالسقيفة الأولى واستمرت إلى السقيفة الثانية، وبعد ذلك انتهت إلى خلافة وإلى إمارة وحكومة معاوية، وبعد ذلك الحكم الأموي والحكم العباسي، وإلى يومنا هذا كما هو واضح عند الإخوة. العلايلي في صفحة 40 يشير إلى هذه النقطة
بشكل واضح وصريح في مقدمته كما أشرنا مرارا وتكرارا، يقول في صفحة 40، يقول: وأما الأسباب التي جعلت هذه الأحزاب الخمسة أو الستة التي أشرنا إليها فيما سبق تميل ميلا ضده، اجتمعت على ماذا؟ على مضادة علي، وتعمل مجتمعة على إبعاد هذا الأمر عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. النكتة هذه رغم ما هو منفرد به من مؤهلات دينية وعقلية ومجتمع له من سابقات نادرة النظير في عقل هذا الدين، باعتبار أنه يتكلم على منطق مدرسة الصحابة لأنه لا يعتقد بمسألة النص، فإنها خفية إلى درجة الغموض، ولكن نستطيع أن نقول قولا يعلل الموضوع في جملته. السبب الرئيسي هو هذا، التفتوا جيدا في سطر واحد، وهو ما لمسوه من هوى الناس وتعلقهم ببيت علي. إذن مودة الناس، ارتباط الناس من الناحية العاطفية، كانوا مرتبطين بمن؟ بعلي وأهل بيته. ومعنى هذا أن الخلافة إذا وصلت إليه لن تخرج عنه أبدا. لماذا؟ لأن هؤلاء سوف يعرفون بأن الحق ما هو، وأن العدل ما هو، وأن الأمن ما هو، وأن الدين حقيقة ما هو، كل هذا سوف يذوق. فإذا ذاقوه بعد طبيعة الحال تصل النوبة إلى غيرهم أو لا تصل النوبة؟ لا تصل. فإذا لابد هذا المشروع إما على نحو الدفع لا يصل إلى علي، وهذا حاولوه في الخلافات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، وإذا وصل لابد أن يكون بنحو الرفع، وهو أنه أن يرفع هذا بأن يسقط هذا المشروع كاملا، وبذلك يكونون قد أخذوا الفرصة على أنفسهم. لو أعطوا المجال لعلي الفرصة ماذا؟ سوف تذهب عنهم، لأنه لا هم أهل سابقة في الإسلام، لا هم أهل عدل، مجموعة من المنافقين، من الظالمين، من الفاسدين، من المستبدين، من 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 السراق، مجموعة من السراق ملام. والتاريخ خير شاهد، قرأنا بعض كلماتهم في هذا المجال. هذا أقرب ما يمكن ظنه في هذا المجال، فقد ظهر لنا مما إلى آخره. ثم يأتي إلى طلحة والزبير وعائشة وبشكل واضح وصريح يدخل في هذا البحث. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى أشار إليه، أنا وجدت هذا المعنى في الإرشاد الجزء الأول صفحة 486، أيضا هذا المعنى يشير إليه. الرواية يقول عن جندب بن عبد الله قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالمدينة بعد بيعة الناس لعثمان، فقلت له: سبحان الله. فوجدته مطرقا كئيبا، فقلت له: ما أصاب قومك؟ قال: صبر جميل. فقلت: سبحان الله، والله إنك لصبور. قال: فأصنع ماذا؟ وجزوه لهم الولي. لا طاعة، لا رأي لمن لا يطاع. فقلت: تقوم في الناس وتدعوهم إلى نفسك، وتخبرهم أنك أولى بالنبي بالفضل والسابقة، وتسألهم النصر على هؤلاء المتماثلين عليك، فإن أجابك 10 من 100 شددت بالعشرة على 100. 10% لو يطيعوك كافي، يكفيك أنت 10%. فإن دانوا لك كان ذلك على ما أحببت، وإن أبوا قاتلتهم، فإن ظهرت عليهم فهو سلطان الله الذي آتاه نبيه، وكنت أولى به منهم، وإن قتلت في طلبه قتلت شهيدا، وكنت أولى بالعذر عند الله وأحق بميراث رسول الله. فقال: أتراه يا جندب يبايعني 10 من 100؟ تتصور بأنه طبعا التفت، هذه بعد الفترة 25 سنة اللي مضت بعد خلافة منه، خلافة الثلاثة، لأن هؤلاء أساسا بدلوا مذاق، شنو مذاق الناس؟ الفكري، الثقافي، الديني، التربوي، المال، كل أصلا أفسدوا الناس، أفسدوا الناس. وخير شاهد أنتم ما تجدوه في الفساد في العراق، النظام البائد استطاع أن يفسد ماذا؟ أن يفسد الناس. إصلاحهم مو بالأمر السهل، واقعا إصلاحهم ليس بالأمر السهل. أخ كان عندي قبل يومين مولانا من جامعة كربل، من جامعة أهل البيت في كربلاء، جامعة أهل البيت اللي متشكلة حديثا الآن، بل مسؤولين آخر.
يقول هناك سيدنا أنا عندما يجيبوا لي البرنامج التربية الدينية أقرأ، في التربية الدينية موجود المنهج القديم على ما هو عليه وفيه صلى الله عليه وسلم. فأنا بتصف قلت لهم بابا هذا مو صحيح، لا يقول صلى الله عليه وآله، يقول إجا المشرف التربوي من كربلاء قال ليش تخالف المنهج؟ التفتوا في كربلاء ها وفي جامعة بعنوان اسم شنو؟ أهل البيت، ولكنه مو مسموع أن تقول شنو؟ وآلين خلاف المنهج. وواقعا اكو عمل جبار اشتغله الاول والثاني والثالث لهذا الافساد، واتى اكله بعد ذلك بدليل ساشير الى الشواهد. قال لكنني لا ارجو، قلت ارجو ذلك، قال لكنني لا ارجو ولا من كل 102. هذول الذين كانوا مسلمين وبايعوه وين؟ في الغدير. وسأخبرك من أين ذلك. الإمام سلام الله عليه التفتوا جيدا إلى النكتة اللي يشير إليها، وهذه أنا وجدتها واضحا مبثوثة في كل نهج البلاغة، الإمام يركز على هذه النقطة. إنما ينظر الناس إلى قريش، وإن قريشا تقول، الناس ينظرون إلى منه؟ إلى هذه النخبة، نخبة في العالم العربي إن صح التعبير في ذلك الوسط. وإن قريشا تقول إن آل محمد صلى الله عليه وآله يرون لهم فضلا على سائر الناس. هذول يعتبرون أنفسهم ماذا؟ الله أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين، وأنهم أولياء الأمر دون قريش، وأن الحق لمن؟ لهم. وإنهم إن ولوه ولوه لم يخرج منهم هذا السلطان إلى أحد أبدا. إذا القضية وصلت إلى علي وأهل بيته والناس ذاقوا عدل علي، بعد يعدلون إلى غيره أو لا يعدلون؟ لأنه لأي سبب يعدلون؟ إذا دين فالدين مع علي، إذا عدل فالعدل مع علي، إذا حقيقة فالحقيقة مع علي، لماذا يذهبون إلى غيره؟ إذن بأي ثمن قريش تسمح أن الحكم يصل إلى علي وأولاد علي أو لا تسمح؟ لا تسمح. ومتى كان في غيرهم؟ أما التفت جيدا، هذه تداول السلطة تبين بأنه هاي من ذاك الزمان مولانا يشتغلون عليها. يقول ومتى كان في غيرهم تداولتموه بينكم، كل واحد مدة يبقى 20 سنة 30 سنة 50 سنة تداولون بشكل سلمي مولانا السلطة فيما تقتسموها فيما بينكم. ولا والله لا تدفع قريش إلينا هذا السلطان طائعين أبدا إلا بسيف الإمام سلام الله عليه عندما يخرج آخر الزمان برغم أنوفهم يأخذ هذا. قال فقلت لها أفلا أرجع فأخبر الناس بمقالتك هذه وأدعوهم إليك؟ فقال لي يا جندب ليس هذا زمان ذلك. الآن مو زمانه، وهذا أيضا من النصوص التي تؤكد على أن الزمان مو في كل زمان يقال كل شيء. هذا المعنى إخواني الأعزاء بشكل واضح وصريح، هذا في الإرشاد موجود في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، عشرات الموارد أنا وجدت ولكنه أشير إلى بعض هذه الموارد. واحدة منها هذا المعنى، قال مالي ولقريش. الإمام يقول سلام الله عليه في الخطبة رقم 33 من نهج البلاغة محمد عبده، مالي ولقريش والله لقد قاتلتهم كافرين. هي هاي المشكلة، من هنا بدأت. والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم، والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم. قل آيات الصريحة هماتينا تشير إلى هذه الحقيقة، أنهم محسودون لو مو محسودون، ها صريح الآية. والإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الحسد ماذا لا تعلم ماذا يفعل، الحسد يفعل بأن إخوة يوسف أخوهم يجعله ماذا في غيابة الجد، الحسد يفعل هكذا. هذا مورد. المورد الثاني في صفحة 363 من هذه نسخة نهج البلاغة، هناك أيضا في الخطبة 216 ومن كلام لهم، اللهم إني أستعديك على قريش
ومن أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري، إلى أن قالوا. وثم يقول سلام الله على نفسه، هذا المعنى اللي قرأناه في الإرشاد، فأصبروا وفي الحق أن تمنع، فأصبروا مغبوما أو مت متأسفا، فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن المنية فأغضيت على القذى، وجرعت وريقي على الشجا، وصبرت على من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقلب من حز الشفار، إلى آخره، أيضا مرتبطة بقريش. مورد ثالث وهو في صفحة 438 من هذه النسخة، يعني ومن كتاب له رقم 36، يقول: فدع عنك قريش وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التي، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله قبلي، فجزت قريش، إلى آخره. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام انتهى به الحال إلى هذا، وحاولوا بحروب ثلاثة أن يسقطوا هذا المشروع، ولا أقل أن لا يعطوا مجالا للمشروع العلوي أن يؤتي أكله ماذا في زمانه، وانتهى الأمر بشهادته عليه أفضل الصلاة والسلام، واستقامت الأمور لمن؟ لمعاوية. عندما استقامت الأمور لمعاوية بشكل كامل، بعد استقامت الأمور إلا كانت عند مشكلة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام الحسن أيضا أنهى قضية الإمام الحسن بلطائف الحيل، استطاع أن التفتوا إلى المرحلة اللاحقة من هذا المعنى. طبعا خلاصة هذا البحث، أنا ما أريد أطيل على الإخوة، وإلا بيني وبين الله البحث يستحق واحد أن يقف عنده، ولكنه لأنه أحيانا تعلمون ما رح نطرق هذا البحث مرة أخرى، مرة واحدة أطرقه ويكفي. هذه الخلاصة أشار إليها العلايلي في صفحة 55 إلى 58 من هذه المقدمة. في هاي المقدمة أنا ماكو وقت أقرأ كل هاي المقدمة، وإلا واقعا تستحق من صفحة 54 إلى صفحة، إخوان الأعزاء، إلى صفحة 58، تعبيره الانقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء. هسه هو يعتقد بأنه الأمويين انقلبوا على حكومة الخلفاء، ولكن واقع الأمر هم من انقلبوا على حكومة الخلفاء، وإنما انقلبوا على حكومة من؟ على الحكومة النبوية، لا مو فقط العلوية، على الحكومة التي خطط ودبر لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من بعده، ولكنه تحققت أو لم تتحقق. استطاعوا من خلال السقيفة الأولى ومن خلال السقيفة الثانية ومن خلال الحروب التي أجروها ومن خلال ما فعلوه بجيش الإمام الحسن أن ينتهي الأمر إلى ماذا؟ ولم يطل العهد واقعا، يعني الفترة العمل الجاد لهذا الحزب واقعا انتاج جبار، ها لا يتجاوز العهد شقد؟ ها اقل من 30 عاما، من رحلة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله 11 من الهجرة الى ماذا؟ الى ماذا؟ الى 39 او 40 مباشرة استلم معاوية ماذا؟ استلم بشكل فعلي معاوية استلم السلطة. نعم كانت مشاكل ولكنه استلم السلطة. ولذا هو في لاحق هذه الأبحاث هكذا يقول: وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الانقلابية إلى العصبة الأموية، وأنها كانت مقصودة منهم، مدبر كان، ولكن عندنا من النصوص والقواطع ما لا يحتمل معارضة أو مناصبة، وإني أنصح، واقعا أنا أنصح تبعا له، وإني أنصح لكل الذين يشتغلون بتأريخ هذه المرحلة أو الظرف أو هذه الفترة أن يقدموا بين يدي درسهم، إذا أرادوا أن يدرسوا هذه المرحلة، كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم لتقي الدين المقريزي. يقول: طالعوا أول هذه ثم ادخلوا إلى ماذا؟ ثم ادخلوا لدراسة هذه الفترة، فقد كشف غوامض لا يتسق البحث، إلى آخره. ثم يقول: وقد كان من الأمويين، التفتوا التخطيط الذي بدأ من السقيفة الأولى، بل قبل السقيفة الأولى وانتهى إلى ما انتهى إليه، وقد كان من الأمويين
عمال في زمن أبي بكر وعمر. إذن هم كانوا يخططون ماذا من ذلك الزمان؟ هسه على أحسن التقادير كما قلت للإخوة فيما سبق، إما على أصالة الصحة إما على أصالة الفساد، إما أن الأول والثاني كانوا يعلمون هذول ماذا يفعلون، أو أنه غفلة. وإن كان أنا لا أستطيع أن أقبل ماذا النظرية الثانية، لأن هناك شواهد كثيرة، وخصوصا ما فعله الخليفة الثاني في السقيفة الثانية والشورى السداسية. يقول ولم يول أحد من بني هاشم. هذه نقطة أساسية. يقول في زمن خلافة الأول والثاني ولي بني أمية، ولكن ولي أحد من بني هاشم أو لم يول؟ لم يول. هاي واحدة. فهذا وشبهه هو الذي حدد أنياب بني أمية، وفتح أبوابهم، وأترع كأسهم، وفتل أمراسهم، حتى لقد وقف أبو سفيان بن حرب على قبر حمزة فقال: رحمك الله أبا عمارة، قاتلتنا على أمر صار إلينا. في النتيجة بلي اشتغلت، شقد اشتغلت، شقد قدمت دماء، ولكن انتهى الأمر ماذا؟ فهو يعلق يقول: هل بعد قول أبي سفيان على قبر حمزة ما يترك شبهة في أن هناك حزبا أمويا كان يعمل ماذا؟ كان يعمل للوصول إلى السلطة. ثم يقول: ونقدر أن الحزب قد أحكم الخطة للانقلاب، ولكن لم يجد الفرصة إلا في أواخر عهد عمر. يقول كان يشتغل وبقيت العقبة الوحيدة أمام منه ها عمر. عمر بقيت العقبة، فلذا قلنا فيما سبق أنه ماذا فعلوا؟ قتلوه، اغتالوه. من حيث أن المسلمين متجهون للتوسع والفتح، وعمر هو العقبة الوحيدة في سبيل تحقيق الانقلاب الذي يعمل له الأمويون، فاغتالوه. ولإبعاد الشبهة استخدموا فارسيا ليسارع الظن إلى أنه بمحض الانتقام، وهذا الاختيار من إحكام الخطة، وهذا أيضا شرحناه مفصلا فيما سبق. إذن هذه الألاعيب كانت من الزمن القديم مو جديدة. وغاية هذا الحزب الرئيسية ما هي؟ جمع مقدرات الحكم في أيدي الأمويين والاستيلاء على السلطة العليا بأي أسباب كانت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وكما سبق كان لهم تأثير كبير في سياسة الدولة من طريق غير مباشرة في الأكثر، وأحيانا من طرق مباشرة في زمن منه؟ في زمن عثمان بعد انتهى، ويكفي أن نعلم إلى آخره. ثم ينقل كلام بعض المستشرقين. شوفوا هذول المستشرقين، نعم هواي كلماتهم غير كذا، ولكنه بعض كلماتهم أيضا مفيدة. يقول: وهذه نتائج انتهى من قبلنا إليها المستشرق الألماني ماربين في كتابه السياسة الإسلامية. قال: يلزمنا الالتفات قليلا إلى تاريخ العرب قبل الإسلام لنفهم الدور الذي لعبه الأمويون. يقول: هاي المعركة بين بني هاشم وبني أمية كانت قائمة، وفي المعركة الأولى، في الجولة الأولى من المعركة، من ربح المعركة الجولة الأولى؟ ها؟ رسول الله باعتبار صار نبي، وذولاك اضطروا عن شنو؟ ها؟ وهذه أنا بيودي الإخوة إذا يردون يقرؤون همات، يعني إذا موجود عندهم هذا الكتاب، وفي العام الأغلب موجود عندهم هذه، وهو أن الجزء الأول من كتاب عبد الفتاح المقصود مال علي بن أبي طالب، هذا الجزء الأول منه مولانا أكو تحليل رائع لهذه القضية ومفردات هذه القضية، عبد الفتاح عبد المقصود اللي هو من أهم، وأنتم تعلمون الاهتمام اللي صار بمقصود والاهتمام اللي صار بهذا الكتاب بالخصوص. طبعا شذرات منهم موجودات في كتاب الإمام علي صوت العدالة مال جورج رداق، ولكنه تفصيله موجود وين؟ في كتب عبد الفتاح، وخصوصا هذا الكتاب وكتاب السقيفة والخلافة لعبد الفتاح. هذين الكتابين الإخوة اللي يريدون يطالعون يعرفون هذه المرحلة جيدا يطالعوا هذين الكتابين. المهم يقول: بلغت نهاية بظهور الإسلام، تم للنبي الفوز الحاسم بفتح المعركة، فدخل الأمويون في طاعته، وكانوا على الاستعداد للإيقاع، إلا أنهم ماذا فعلوا؟ أولا أسقطوا نظرية ولاية العهد النبوي، نظرية النص. التفتوا جيدا. يقول: هذه كانت مؤامرة مرتبة من الأمويين لإسقاط نظرية شنو؟ ولاية العهد في ذلك الزمن. ثم عندما وصلتهم إلى السقيفة الأولى رجحوا كفة منه، ها؟ رجحوا كفة معارضي الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام،
يقول ألا يكون الخليفة على أصول ولاية العهد، أولا فعلوا ذلك، ثانيا ولم تدع شدة مخالفة بني أمية أن تكون أكثرية الآراء في الخلافة بجانب بني هاشم، فكان هذا أول فوز ظفر به بنو أمية في السقيفة الأولى، وبسبب الخلافة تمكنوا من الحصول على مقام منيع فشقوا الطريق لمستقبلهم وعملوا على توطيد مكانهم عند الخلفاء. هذا اللي قرأناه من خطاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال تقربوا إلى أئمة الضلالة فولوهم الأعمال. هذه النصوص كلها واقعا، هذا التحليل يعني هو تحليل مرحلة تاريخية، ولكن كلها شواهدها وين موجودة؟ موجودة في نهج البلاغ، حتى أصبحوا ركنا من أركان السلطنة ماذا في ذلك الزمان الإسلامية. وكان هذا فوزا آخر تم بوصول عثمان إلى العرش. شوفوا هذول ما يتعاملون مع هذه مرحلة تعامل الخلافة، يعبرون عنه ملك ويعبرون عنه عن الواقع شنو، عن السلطة ماذا بالعرش، الذي به أصبحوا متفوقين تفوقا مطلقا، فاضطهدوا خصومهم القدامى باسم الدين، مما حرك بني هاشم للعمل باعتبارهم الهدف الثابت، وانتهى الأمر بالانقلاب والثورة، وسجلوا لأنفسهم الفوز النهائي بصلح الحسن. هذه آخر مرحلة ماذا من هذه المعركة. فكان معاوية من جهة يسعى لتقوية ملكه، ومن جهة أخرى يسعى لخفض شوكة بني هاشم، ولم يفتر دقيقة واحدة عن محوهم. هذه هي الخطوة. إلى هنا سياسيا إخوان الأعزاء بني أمية استطاعوا ماذا يفعلوا؟ ها؟ شو يسوون؟ يستلموا السلطة. السلطة السياسية الآن صارت بأيديهم، ولكنه أنتم تعلمون أكو تراث ضخم من الأبعاد العاطفية والفكرية والعقائدية مرتبطة بما؟ بأهل البيت. العمل السياسي هو ما يقضي على هذا البعد العاطفي والفكري والعقائدي والثقافي. هؤلاء كلهم كانوا بعشرات الآلاف عايشوا رسول الله، عايشوا صحابة رسول الله، كانوا هذول كانوا يعرفون أهل البيت موقعهم منه. هسه افترضوا لا يعرفونهم بالعصمة، ولكن يعرفون موقعهم المتميز ماذا في المنظومة الدينية. ما هي المرحلة اللاحقة؟ ها؟ العمل الثقافي والفكري والعقائدي. ويكفي أن أقرأ لكم بعض النصوص الواردة في نهج شرح ابن أبي الحبيب. واقعا الإنسان عندما يقرأ يجد أنه مو التاريخ كيف يعيد نفسه، أنه العمل المقابل شقد اشتغل علينا. في ذيل الخطبة اللي أشرنا إليها، وهي أن الإمام سلام الله عليه يقسم الناس، لقال إن في أيدي الناس حقا وباطلا تذكرون، قرأنا. وهناك في ذيلها يقول روى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني، إن شاء الله الوقت يسعني أقرأ هذه الخطبة أو كلماته، في كتاب الأحداث قال كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة، بعد أن انتهى ممن؟ ها؟ من الإمام الحسن. هذه أهل السنة والجماعة ترى منشأها منه؟ منشأها معاوية، ها يكون في علمكم، منشأها معاوية أهل السنة والجماعة، اللي هي جاءت منها نظرية ماذا؟ نظرية عام الجماعة، يعني اجتمعت الأمة ولم تفترق، هذا الأسلوب الذي استعملوه إلى يومنا هذا. تعميم مولانا، تعميم عام من البلاط الملكي الكبير، وهو أنه ماذا؟ أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته. أولا لابد أن يقضى على ماذا؟ ها؟ على أي تراث، على أي فكر علو. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي، فاستعمل عليهم زياد ابن سمية وضم إليه البصرة، فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف، لأنه كان ماذا؟ لأنه كان منهم.
فاستعل أنه كان منهم أيام علي فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطردهم وشردهم عن العراق فلم يبقى فيها معروف منهم. هذا الكتاب الأول الذي عمم به على ماذا؟ على البلاد الإسلامية. وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق، هذا الكتاب الثاني، ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. هماتينا هذه شهادتهم سقطت في كل المحاكم والدور مولى. ثالثا، ثم كتب إلى عماله نسخة ثالثة إلى جميع البلدان، انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان. هذا الحرب الاقتصادية، الله، هذه الحرب الاقتصادية اللي على مر التاريخ إيش ما يبدون يوجهون ضربة. منين يبدون مولانا؟ يبدون من رواتب الناس مساكين. الناس وين تروح يعني؟ وين تروح؟ يا بلا تقرون فلسفة، إذا تقرون فلسفة انطيح حظكم، نقطع رواتب الحوزة. أسلوب أولا أسلوب التضليل وتكفير وهاي الفتاوى، وبعد ذلك أما تنشروا محاربة الناس في معاشه، وأسقطوا عطاءه ورزقه، ثم وشفع ذلك بنسخة أخرى من اتهمتوه بموالاة علي فأسقطوه. بعد ما يحتاج أن تقوم ماذا؟ أحسنتم، التهمة كافية. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره، فلم يكن في البلاد أشد ولا أكثر منه بالعراق، ولا سيما حتى أن الرجل من شيعة علي عليه السلام ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدث. أنا أتصور الذين عاشوا في العراق يعلمون، كنا نتكلم وكنا على ذقن نتكلم، أول ندز واحد نقول بابا دوره أخف دار بيت بيت بيت، أكو واحد قاعد سامع ده يسمع من الشيء حتى نتكلم ولا نتكلم فيه. تبين القضية مدروسة كاملا، يعني سياسة مدروسة ومحسوبة. بعد وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين. هسه الآن التفتوا، إذا أولا إقصاء البيت العلوي كاملا، الآن ماذا؟ ها؟ تصعيد وإظهار البيت ماذا؟ البيت الأموي والبيت العثماني. والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه. مولانا بعد الكتب قامت تتألف والمصادر كلها بدأت مولانا لما كان يبعثه إليه معامل الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجيء أحد مردود من الناس عامل من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلك حين. هذا هم تكون كل التقارير ترفع لمن؟ ها؟ ها؟ إلى خليفة المسلمين. عند ذلك كتب إليهم كتابا آخر، ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر. بعد لهنا ركاب، خب شو نسوي مولانا المرحلة اللاحقة فكريا؟ التفتوا جيدا كاملا، إيه يعني القضية مو 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 يعني مو جزافية مولانا، كاملا مدروسة. طبعا هو ابن أبي الحديث ترى ما مرتبه بهذا الترتيب اللي أنا دا أقوله، هو ينقل مجموعة كتب بس أنا من قرأت شفت هذه كاملا منظمة، كتاب ورا كتاب منظم. يقول وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. هسه الآن عثمان بعد شنو؟ لا دور هواية هواية صار كافي الناس، إيه بل بعد ما يصدقون اللي باقي يسووه نبي ويسووه الله، وبعد ما يصير يعني. ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وبتأتوني. التفتوا إلى هذه النقطة الخطيرة في
في فكر معاوية، يعني في المنهج أو في السياسة الثقافية والدينية والتربوية لمعاوية، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. فش ما لقيت هنا قولوا هاي وين واردة؟ وانتوا الآن بودي فد مراجعة عامة لصحاح القوم، لا أقل صحيح البخاري وصحيح مسلم، تجدون ما من منقبة ثبتت لعلي إذا استطاعوا أن يحذفوها عن علي فحذفوها عن علي، وإذا ما استطاعوا فيجدون نظير لها ماذا؟ ولذا أنت تجد روايات ينقل أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ماذا؟ منافق. روايات عديدة في صحيح البخاري ومسلم جابوها في الأنصار والمهاجرين، مهاجرين والأنصار، يعني القضية ما مختصة شنو؟ بعلي. وهذا تميع القضية، خلصت القضية. هسه التفت جيدا همّا أنا ماذا فعلوا، مو فقط جابوا أربع روايات، خلي ذهنك يمي. فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني، أنه تجيبون مناقض المن للصحابة، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله. لأنه عثمان ما نقدر نمشي هواية لأنه أموي معروف، إذا وين نروح؟ ها؟ على من سبق عثمان، أبو بكر وعمر. بعد يقول فظهر حديث كثير موضوع، هاي المأساة، هاي المأساة، وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون، منافقين والمستضعفون ما يعرفون الموازين، الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين، انتشرت بين من؟ ها؟ فلهذا لو كان يروح إلى المدينة، إلى مكة، إلى شرق الأرض، غرب الأرض، كلهم يتحدثون في فضائل منه، في فضائل الصحابة، وهذا يريد لواقع النبي ويريد لمعصوم حتى من هذا الركام الضخم من الروايات ومن الثقات والرواة والعلماء والفقهاء والمحدثين، يقول هذول كلهم شنو؟ كذابون أو خطأ. سهل يعني هذا؟ ولذا مولانا الآن واقعا الطرف الآخر مبتلي بقضية التواتر، لأنه في الأعم الأغلب الروايات اللي بأيديهم روايات شنو هي؟ متواتر، ضوابط التواتر منطبقة عليه. عند ذلك تفهم العارف بزمانه شو المعنى. هذول لو واقعا يعرفون ظروف حدوث هذه الروايات، وإلا البخاري يقول من 100,000 رواية أنا جامع هذا صحيح شو؟ صحيح البخاري. من 100,000 رواية. وأنت تقول له هذا كله كذب، يقدر يقبل منك لو ما يقدر على أي الأحوال. إذن إخواني الأعزاء التفتوا جيدا، هذه السياسة التي اتبعها من معاوية، خلي ذهنك هنا. خب على هذا الأساس المجتمع الإسلامي بعد اتجه بأي اتجاه؟ اتجاه الصحابة، وبعد ذلك تأصلت نظرية عدالة الصحابة والخلفاء وأفضلية الخلفاء على الترتيب الزماني وإلى غير ذلك. هسه اجا خلينا الامام الحسين، لانه احنا الى الان وصلنا الى الامام الحسن وانتقلت السلطه لمن؟ الى معاويه. خلوا هسه هاي الفتره الامام الحسين خلوها، هسه يجي الامام السجاد سلام الله عليه الى هذا المجتمع اللي صارت به فتوحات شرق الارض وغربها، واللي كلهم ديبلغون ويتكلمون ويقضون ويحدثون ويعلمون ويفقهون وكلهم يا اتجاه ها اتجاه الاموي، سميه الاتجاه الاموي، يعني بعباره اخرى السياسه ماذا؟ السياسه الامويه بينك وبين الله. هسه اجى الامام السجاد، لو اجى الامام الباقر ويريد يبدي العمل، ايش يقدر يسوي بينه وبينه؟ يسوي ثوره يستلم سلطه؟ اصلا ممكن هذا؟ ها لا، مباشره يقتلوه باعتبار خرج على امام المسلمين، لأنه أساساً الوضع العام والشرعية إلمن للسلطات القائمة وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
إذا لابد وين ينحصر عمله؟ أنا وأنت عندما ها؟ في ينحصر عمله في العمل الفكري والعمل الثقافي والعمل الديني والعمل التثقيفي لإصلاح شنو؟ لإصلاح المجتمع. ما ماكو طريق آخر إلا يريدون أن يقتلوا أنفسهم. ذاك بحث وخرج الإمام الحسين سلام الله عليه، ماذا فعلوا به؟ وقتلوهم تارك. وتقول لي الإمام الباقر أم كان يخرج؟ قل الإمام الباقر يخرج وينتهي ماذا؟ الإمام الباقر. الإمام الصادق أم يخرج؟ قل يخرج الإمام الصادق وين ماذا؟ ويقتل أيضا، وتخرج عشرات الروايات ومئات النصوص تقول بأنه خرج على إمام ماذا؟ على إمام زمانه مولانا، وعلى الخلافة الشرعية في زمانه. إذن بعد كان يبقى تبقى هناك فرصة لتأصيل مدرسة أهل البيت بعد لا أو لا يبقى. يعني الآن أنا هنا جالس أتكلم في مدرسة أهل البيت، بعد هذا كان يصل إلينا أو لا يصل بعد؟ ها؟ لا، ينتهي كل شيء. وهذا هو الذي بدأه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد ذلك إن شاء الله عندما نتكلم أنه لماذا أن الإمام أمير المؤمنين لم ينجح في سياسته، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه أرد أقول السالبة الكلية. أريد أن أقول ماذا؟ أنه لم تتحقق الموجبة ماذا؟ الموجبة الكلية. وإلا لو لم ينجح في هذا البعد لما وصل، لما كنا الآن نتحدث في مدرسة ماذا؟ في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن إخواني الأعزاء، إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شخصوا من انتهى إليه المجتمع الإسلامي، أن المجتمع الإسلامي الآن بعد ما يمكن استلام السلطة، والذي يستلم السلطة فيه أيضا يكون في علمكم، اللي يستلم السلطة فيه أيضا لابد أن يحكم بما حكم به شنو؟ الأمويين. وهذا ما حدث في زمان أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه مولانا صلاة التراويح ما قدر يفعل لها شيء. هم إجى 4 سنوات استطاع أن يفعل شيء لها، ولم يصل ما استطاع أن يفعل لها، لأنه وسنتا قام يصيحون، وسنة عمراء قام يصيحون. إذن القضية مو بهالبساطة اللي نتصور أنه بمجرد يجي واحد الآن يستطيع. وخير شاهد أن انظر أنت الآن ماذا حدث في 40 سنة الماضية في العراق، والآن ماذا يحدث؟ ماذا يحدث الآن؟ إيش قدرنا نغير إحنا من المناهج التربوية الثقافية الدينية على مستوى السلطة أتكلم، مو على مستوى جنو مؤسسات المجتمع المدني، ذاك حديث آخر. أبدا لم يتغير شيء، لأنه مو ببساطة. ولذا العمل الأساسي، ولذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إذا صار وقت، أنا أولا أعتذر للإخوة أنه هذا البحث بعض الإخوة يقولون سيدنا اختصرنا يا لأنه حتى ندخل أبحاثنا شنو الأصلية، بعض الإخوة يقولون سيدنا هذا شوية وسعنا يا لأنه في مكان آخر، عادة ما يبحث في الحوزة العلمية، فلا أقل 10-15 محاضرة في هذا، وأنا أحاول إن شاء الله بين هذه وتلك أنه في الطريق وسط، أنه إن شاء الله نحاول بأسبوع في الأسبوع القادم فالدرس درسين إن شاء الله حتى نكمل هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله.